السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض وجبة كتير كتير سهلة، وجبة غداء أو عشاء وكتير اقتصادية وطعمتها كتير لذيذة، وخصوصا بتنفع للناس اللي بتعمل ريجيم. هاي الأكلة كتير كتير مفيدة لهم، أكلة مغذية وطيبة، وخصوصا للناس اللي ما بتحب الكوسة، لأن أغلب الناس ما بحب الكوسة. بس جربوا هاي الأكلة واكتبولي بالتعليق رأيكم، ويلا مع بعض نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. وقبل ما نروح نشوف المقادير حبايبي، لو انتم جديدين في قناتي ما تنسوا تدعموني بلايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. وهلأ رح نبلش المقادير. انا عندي هون كوسة وبطاطا، حبتين كوسة وحبتين بطاطا. طبعا انا بشرتهم وحطيتهم على طرف توفيرا للوقت. عندي هون 5 بيضات، وعندي هون ظرف خميرة، عندي هون توم، عندي هون كاسة من الطحين، وعندي زيت طبعا ما هنستعمله كله، وعندي هون الملح، وراح اخذ بصل اخضر وبقدونس. وهون عندي البهارات، عندي هون فلفلة حمراء ناعمة، عندي هون البهارات 7، عندي هون فلفل اسود، وعندي كمان عن السماق التركي الناعم. ويلا مع بعض نشوف الطريقة. أنا هون أول شيء بدي أضيف الملح لحد ما أنا أخلص، طبعا مقدار معلقة، وأنا أخلطه كتير كويس. وهلا رح اجيب وعاء كبير، وانا رح اضيف كل البهارات مع بعضها، ورح نضيف شوية الملح. ما بدنا نكتر لانه اول ضفناهم على الكوسة والبطاطا، انا رح احطها على طرف. أول شيء رح أقطع البصل، هلا رح اقطع البقدونس، وهلا رح نقشر الثوم. وهلا رح اخلط كل المواد مع بعضها.
وهلا رح ارجع اخلطهم مع بعض. وهلا رح اضيف الخميره. رح اضيف شوية زيت. وهلا انا حطها الكوسه والبطاطا بالمصفايه وارجع لكم تاني صفيها من المي. شايفين قديش طالعت مي؟ وهلا رح نخلطها كتير كويس مع بعض. هلا رح اضيف الطحين، رح اضيفه تدريجيا. رح اضيفه كمان. وهنا رح اضيف سلطة الفلندر ونحط تحتها زيت. بدي الزيت يتوزع على كل المنطقة. وهلا هيك خلصنا، وهلا رح احطها بالفرن على درجة حرارة 180. طبعا انا رح حميتها من فوق ومن تحت. نخلص نرجعكم تاني حبايبي. هلا رح اطلعها من الفرن وارجيكم النتيجة. شايفين كيف النتيجة رائعة جدا، الريحة بتشهي. وهلا رح نزينها بشوية نعناع. بهذا الشكل. وهي النتيجة النهائية. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوا تدعموني باللايك واشتراك في قناة تفعيل زر الجرس. بطلا وليس أمرا.